أعطيك. دولاب اللعب. إنه وقت نوم جورج وبيبا. مهلاً، لماذا كل هذه اللعب على سريركما؟ لأنهم يعيشون هنا. سريعاً، أريدكما أن تضع اللعب في الصندوق. ولكن صندوق اللعب ممتلئ. يبدو كذلك، ربما تحتاجان لدولاب لعب. أجل، سأصنع واحداً غداً. آخر شيء صنعته دادي بيج كان هذا الرف. أنا فخور جداً بهذا الرف. لكن يا أبي، إنه متأرجح. استخدمناه كمزلاق للعب كتيتي والسيد ديناصور. حسناً، فلنشتري دولاب لعب جديد. يمكننا شراؤه عبر الإنترنت. مرحى! مامي بيك تستخدم الحاسوب لشراء دولاب اللعب. أها، ها هو، أيهم نختار؟ أيمكن أن نشتري هذا؟ هذا يبدو مثالياً. مامي بيك تشتري دولاب اللعب. تهانئي، تم طلب دولاب لعبكم. أوه، جيد. بيبا بيك. المعركة. بيبا والحمل سوزي يلعبان سناب. سناب، أفوز. بيبا وسوزي أعز صديقتين. سناب، أفوز مجدداً. لقد غششتي. لا، لم أفعل. نظرت إلى الورقة. أنا لم أفعل. أنا لا أريد اللعب معك مجدداً. لا أريد اللعب معك مجدداً. يا إلهي، بيبا وسوزي تعاركا. الحمل الأم هنا لتأخذ سوزي. بيبا، قولي وداعا لسوزي. أنا لا أتحدث معها. وأنا لا أتحدث معها. أو سوف تتصالحان، إنهما صديقتان مقربتان. هذا ليس صحيحا. لم نعد أصدقاء مقربين. دادي بيج يحضر العشاء. بيبا، جورج، وقت العشاء، إنها السباجيتي. ماذا حدث يا بيبا؟ بيبا وسوزي تعاركتا قليلاً. لكنني أفتقد سوزي قليلاً يا أبي. فلنتصل بسوزي. بيبا بيك. إنه الصباح، وسيد حمار وحشي معه طرد خاص. البريد. تسليم خاص للآنسة بيبا بيك والأستاذ جورج. ما هذا؟ إنه دولاب لعب. أوه، يبدو مسطحاً قليلاً. أجل، تبنيه بنفسك. أوه، لا تقلقي يا بيبا، سيكون سهلاً جداً لوالديك أن يبنياه. وداعاً. وداعاً. والآن ماذا سنفعل؟ الآن نبني دولابكما. أجل. بيبا بيك. علية جدتي وجد. بيبا وجورج يلعبان في بيت الجدة والجد. مرحبا جراندبا بيج. بابا إيج. هوهو، مرحبا بيبا، مرحبا جورج. إلى اللقاء، أراكم لاحقا. نراك لاحقا. أين جراني بيج؟ مرحبا يا صغاري. هذا صوت جراني بيج، ولكن أين هي؟ جراني بيج. أنا هنا. جراني بيج. جنجي إيج. لماذا جدتي على السطح؟ إننا ننظم العلية. ما هي العلية؟ إنها مكان حيث نبقي الأشياء القديمة. مثلك أنت يا جراندبا بيج. بل أشياء أقدم مني أنا. أنساعد؟ حسناً. بيبا بيج. هذا غريب، لا يوجد إرشادات. ربما يكون بناؤه سهلاً جداً، فلا نحتاج لأية إرشادات. أمي، أنساعدك. أجل، أولاً نحتاج الرف. إليك رفاً أخضر. شكراً بيبا. نحتاج الآن 4 أرجل. 1، 2، 3، 4. 4 أرجل زرقاء.
رائعة، سننتهي منه بسرعة. باب أحمر يا مامي بيج. شكراً لك. الآن انتهينا. أحسنت يا مامي بيج. إنه صغير جداً، كيف يمكن أن يتسع لكل لعبنا؟ صغير بعض الشيء. أوه، وجد جورج هذه القطعة. يبدو أنه رف إضافي. وهناك أيضاً هذه القطع. يا إلهي، الدولاب صغير لأن مامي بيج لم تستخدم كل القطع. سوف نفككه الآن ونعيد بناءه. أوه، لا، لو أن معنا فقط الإرشادات. من يمكن أن يكون؟ مرحباً، لقد وجدت هذا في شاحنتي. إنها الإرشادات المفقودة. هذا سيسهل الأمر كثيراً. مرحبا. الإرشادات تبدو معقدة جداً. إنها بلا فائدة، غير مفهومة. حسناً، اتركها لي دادي بيج. أنا أستمتع بوضع القطع مع بعضها. حقاً؟ أيمكن أن نساعد؟ فلتشعل الغلاية، سأتناول كوب شاي بست قطع سكر. بيبا بيج. مرحباً بيك. أيمكن لبيبا أن تحدث سوزي؟ مرحباً يا سوزي. مرحباً بيبا، يمكن أن نتصالح إن اعتذرت أولاً. آسفة لقولي إنك غششتي، مع إنك غششتي بالفعل. إذن آسفة أننا كنا صديقتين مقربتين. إن هذا لا يهم، يمكنني أن أجد صديقة مقربة جديدة. يا لها من يوم مشرق. الأطفال يلعبون بالملعب. الكلب داني على الأرجوحة مع صديقه المفضل المهري بيدرو. جورج على الأرجوحة مع صديقه المقرب الأرنبي ريتشارد. أرجوحة أرجوحة. الحمل سوزي على الأرجوحة وحدها. بيبا تلعب الجولف المصغر وحدها. ها هي الفيلة أميلي. هل لي أن ألعب؟ أجل. أميلي، الحمل سوزي لم تعد صديقتي المقربة بعد. يمكنك أن تصبحي صديقتي المقربة. ولكن صديقتي المقربة هي كاندي. مياو. وي زوي، إذا أردتِ فلتصبحي صديقتي المقربة. ولكن صديقتي المقربة هي الأرنبة ريباكا. بيبا بيج. حلية الجد والجدة في أعلى مكان بالمنزل. هذا هو باب العلية. وكيف نصعد لهناك؟ لدي حيلة ذكية. مرحبا يا صغاري. إنها جدتي. هيا صعدوا. هذه هي عليتنا. واو، إنها مملوءة. أجل، مليئة بالخردة القديمة. بيبا وجورج هنا ليساعدانا برمي بعض الأشياء. جيد، فلنبدأ أولاً برمي الصندوق. لا، ليس هذا الصندوق. هل نحتاج هذه حقاً؟ هذه سفينتي بالزجاجة. وهذه؟ وهذه سفينتي الأخرى بالزجاجة. وهذه الأشياء؟ هذه سفني بزجاجاتي، أحتاجها كلها. حسناً، علينا التخلص من شيء ما. ماذا عن هذا الصندوق؟ لا، هذه قبعاتي. يا إلهي، لا يمكننا تحديد مما سنتخلص. أعلم، فليقرر بيبا وجورج. حسناً، لنتخلص من هذه الحقيبة القديمة. ليس هذه الحقيبة. هذه ليست مجرد حقيبة قديمة، إنه مشغل تسجيلات. وهذا هو تسجيلنا المفضل. أيمكننا تشغيله؟ أجل. لم نسمعه منذ سنين. يعيدني زمناً. هيا يا بيبا وجورج لنرقص. بيبا بيج. الكل يعد الشاي والبسكويت للسيد حمار وحشي. حان الآن وقت الشاي. واو،
سيد حمار وحشي بنى دولاب اللعب. يا إلهي، كان سريعاً. أجل، ووضعت كل لعبكما به أيضاً. أوه. شكراً لك كثيراً. لا يوجد متسع لآخر اثنتين. أوه، مسكين تادي والسيد ديناصور، أين سيعيشان يا أبي؟ لما لا تطلبون دولاباً آخر في التركيب؟ أسهل. لا، أنا لدي فكرة أحسن. تادي والسيد ديناصور سيعيشان على سريريكما. ولكن يا أمي، كان هذا مكانهما من قبل. أجل، أعرف، لهذا فإنها فكرة رائعة. بيبا بيك. مرحباً سوزي. أهلاً بيبا. آه جيد، أعطوما صديقتين ثانية. نحن لسنا أصدقاء. لن نصبح أصدقاء ثانية. أعتقد أنها مسألة وقت فقط. بيبا، اعتذري لسوزي. سنتصالح فقط إذا اعتذرت لسوزي أولاً. سنتصالح فقط إذا اعتذرت هي أولاً. أنا أعرف، سأعد حتى ثلاثة وستعتذران في نفس الوقت. حسناً. واحد، اثنان، ثلاثة. آسفة. الآن سترجعان صديقتين. مرحبا. سوزي، هيا نلعب الجولف. فكرة جيدة. بيبا وسوزي عادتا صديقتين. أنا أولا. دوري. كرتي سقطت في الحفرة، لقد فزت. ولكن كرتي هي التي أسقطتها، لذا أنا فزت. إنك تختلقين القواعد الآن. أنت اختلقت القواعد. أنا فزت. لا، أنا فزت. أنتما الاثنتان متعادلتان. لهذا سوزي هي صديقتي المفضلة في العالم. وبيبا هي صديقتي المفضلة في العالم كله. بيبا بيك. مامي بيج هنا لتقل بيبا وجورج. مرحباً، أين أنتم؟ لا ترى مامي بيج أحداً. ما هذا الصوت؟ أمي. مرحباً. كنا نرقص على أنغام تسجيل جدي وجدتي المفضل. أجل، شغلها جدي وجدتي طوال الوقت. أوه، أما هذا فقد اعتدت سماعه عندما كنت صغيرة. ما هو؟ يدعى بردي بردي ووف ووف. كفى بردي بردي ووف ووف، كنت تسمعينه دائما. ظننت أننا تخلصنا من هذا التسجيل. الطيور تقول ووف والكلاب تقول سو. ووف سو ووف سو ووف ووف ووف. الخراف تقول مو والعقار تقول با. مو با ووف سو ووف با مو سو ووف ووف ووف. ثانية. الطيور تقول ووف والكلاب تقول سو. ووف سو ووف سو ووف ووف ووف. الخراف تقول مو والعقار تقول با. مو با ووف سو ووف با مو سو ووف ووف ووف. كان ذلك ممتعاً، ولكن كان يفترض بنا إيجاد أشياء لنتخلص منها. بيبا، نتخلص من ماذا ونبقي ماذا؟ عليكم الاحتفاظ بكل شيء.